أي حرب هي في النهاية حرب على الأطفال، هكذا تصف المديرة التنفيذية لليونسيف الآثار الكارثية للنزاعات في دول كثيرة حول العالم وبينها العراق. فمنذ عام 2008 حتى 2022 تعرض أكثر من 9000 طفل للقتل والتشويه في العراق، بينهم أكثر من 3000 قتيل ونحو 6000 مصاب. وفي أحدث تقرير لليونسيف تحدثت ممثلة المنظمة الأممية في العراق عن التعاون مع الحكومة والشركاء لدمج الأطفال المتضررين من الحروب والصراعات عبر برامج خاصة، لكن التمويل المتاح لا يتناسب مع حجم المخاطر. وبحسب تحليل استندت إليه المنظمة، فإن قطاع حماية الطفولة يتطلب نحو 1.5 مليار دولار لتلبية الحاجات والخدمات المتمثلة بلم شمل الأسر ودعم الصحة العقلية ومنع التجنيد في الجماعات المسلحة.